طيب جدا، تسمح لي بقى اخد حضرتك شويه لليورو كوبا امريكا ماشي. كابتن فوزي، ماشي. ومن خلال متابعتك يعني ايه المنتخبات اللي شايفها الافضل حاليا؟ وهنتكلم بما ان احنا ذكرنا حراس المرمى برضو، مين حراس المرمى اللي شايف ادائهم لحد دلوقتي اكثر من رائع؟ طيب، لان في كذا اسم بصراحه. طيب نبتدي من كوبا امريكا ونقول ان مثلا كده كده ما فيش غير الارجنتين والبرازيل على قائمه الفرق المحترمه، يمكن البرازيل اقوى بكتير. يجي بعديهم كولومبيا وشيلي بس بدرجات مختلفه، فيعني مش هنلاقي منافسه كبيره جدا مع البرازيل. الارجنتين لو قابلتها هتتعبها، انما انا متوقع ان البرازيل تاخد البطوله. ده كوبا امريكا. الحراس مفيش تالق للحراس الامريكيين يعني في الفتره دي لسه، انما تعالي بقى هنا نتكلم على اليورو. اليورو فرق كتير اثبتت ان هي جايه تاخد البطوله، منهم ايطاليا. دوناروما عامل كحارس ايطاليا ثلاث ماتشات كلين شيت، دي في اليورو حاجه صعبه طبعا. جدا 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 جدا. فرنسا عامله جيمين كويسين جدا، عندها 4 بونت من نقطتين وفرقه بطل العالم، فريق تقيل جدا جدا. الحارس بتاعهم طبعا يعني مش هنتكلم عليه، راجل بيلعب في توتنهام وراجل بيلعب في منتخب فرنسا وراجل واخد بطوله كاس عالم اخيرا. يعني طب ونوير ما لفتش اظهارك ده لسه احنا بنقول واحد واحد. خش على المانيا. المانيا طبعا نوير احسن حارس في العالم سنتين ورا بعض او ثلاثه ورا بعض اللي فاتوا، طبعا حارس قدير جدا جدا. اسبانيا يمكن بيلعب حارس بقاله كتير ما بيلعبش، ولكنه كل الحراس الاسبان معظمهم بيبقوا جيدين. في حارس مهضوم هتلاقيه في فنلندا اسمه هاسلاند. الحارس ده جيد جدا وفرقته خرجت من البطوله، ولكنه حارس مميز جدا 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 جدا. في حارس طبعا الدنمارك ابن مايكل، لا اله الا الله، محمد رسول. ساعات الاسامي بتروح. خلاص انسى يا كابتن النقطه دي، خلاص يا كابتن انسى النقطه دي، خلاص خش على اللي بعده على طول. بيلعب في ليستر سيتي يا جدعان. ماشي اوكي. هي تاني ابوه كان بيلعب في مانشستر. طب قول ثلاثه. مايكل. ايوه مايكل. مش مايكل. الزملاء لحقونا. الزملاء لحقونا. طيب كويس ماشي. مش مايكل حارس طبعا. كنا حجرنا احنا في النقطه دي. حارس طبعا محترم جدا. معظم حراس اوروبا جيدين جدا ان لم يرتقوا لدرجه الامتياز، والمتابع للبطوله لازم هيتكيف زي ما بيقولوا كده. بس المهم اللي يتفرج ما يتفرجش كمشاهد، اللي يتفرج يتفرج كمتابع. لو انت بتحب الحراسه اتفرج على الجون، تحركاته، تمركزاته، بالظبط، رد فعله، الحاجات دي هتفرق كتير جدا مع الحراس الصغيرين. بس مهم التركيز. مثلا زي مثلا لما يكون واحد بيحب مثلا كريستيانو، بيقعد شايف كريستيانو طول الماتش، الكوره في الناحيه الثانيه هو قاعد باصص عليه. صحيح. هو ده بقى اللي انا عايزه. حراس المرمى الصغيرين بص على الحارس بيتحرك ازاي ووقفته فين وتمركزه ويعني تحركاته. فاعتقد لا البطوله مفيده او البطولتين عشان ما نبقاش ظلمه، يعني البطولتين كبار جدا بيقاموا في وقت واحد، بطولتين مميزين كل واحد فينا كبير وصغير ممكن يتعلم منهم. بس ظروف كوبا امريكا يعني مش حلوه الموسم ده او السنه دي، يعني الظروف كتيره جدا حواليها ضد البطوله نفسها. بالظبط، اصلا كمان البرازيل من الفرق اللي فيها كورونا عاليه، وامريكا اللاتينيه عامه الدوله نفسها الدوله ايوه طبعا امريكا، وكمان امريكا اللاتينيه كلها كورونا بدرجه فظيعه. هم كويس ان هم بيلعبوا في اجواء زي دي. زي ما بقول لك الحراس مش جيدين او ازاي زمان، يعني في حراس دلوقتي في امريكا اللاتينيه مش 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 عاليين قوي، معظمهم بيلعبوا حراس الحقيقه كابتن احمد، وحتى اللعيبه اهو. يعني لما تيجي حتى بعيدا عن كوبا امريكا، المنتخبات والاوروبيه منها كمان، حتى المنتخبات الاوروبيه مش بنفس التقل بتاعهم زمان. لا الكره اتغيرت، يعني ايطاليا غير ايطاليا، وان كانت طبعا جيده بس مش ايطاليا زمان. ايطاليا زمان كانت بتدافع بس. لا اول مره نشوف ايطاليا. ايوه ماشي بس لا اسمع بس، اول مره بطوله. لا بص، فرقه ايطاليا حاله خاصه بعيد عن الفرق كلها. الفرقه الوحيده اللي بتهاجم وبتلعب كره حلوه، مع ان ايطاليا متعودين عليها بتدافع بس. يعني دي في البطوله دي، انما طبعا الجوده في اللعيبه مش زي زمان. وخلي بالك السنتين اللي فاتوا اثروا على اللعيبه بالسلب، كورونا والتوقفات الكتير وعدم اللعب من غير جمهور. الفرقه دي بتفرق، يمكن هو اليورو ابتدى بجمهور، ولكن بقالك سنتين اللعيبه مش في اعلى مستوياتها، فاكيد هيظهر عليها في المدى القريب، وده اللي ظاهر. انما رجوع الجمهور في اوروبا دي حاجه يعني ان شاء الله مبشره بالخير. وفي العالم بقى ان شاء الله. يا رب عقبالنا احنا كمان ان شاء الله. ان شاء الله.